بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اخبار اون تايم. زي ما انتم متعودين معانا في اخبار اون تايم بيكون لنا جوله في اخبارنا المحليه، كمان اخر المستجدات في الساحه العالميه، وايضا كل ما يخص الالعاب الاخرى. وطبعا هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن منتخب مصر واخر اخبار منتخبنا الوطني، ولكن نبدا حلقتنا كده واخبارنا من اهم وابرز العناوين. بطائرة خاصة ورحلة تستغرق 10 ساعات، منتخب مصر يطير إلى كاب فيردي عصر اليوم. غدا المؤتمر السنوي لرابطة الأندية العالمية والمتحدة للرياضة تضع اللمسات النهائية لاستضافة الحدث الكبير. كولر يعود للقاهرة غدا استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي. الزمالك يسافر إلى ليبيا مساء اليوم للمشاركة في اعتزال خالد حسين لاعب النصر الليبي. من أبرز العناوين نروح مع بعض كده لتفاصيل الأخبار، والبداية مع أخبار منتخبنا الوطني. يطير منتخب الوطني المصري إلى كاب فيردي على متن طائرة خاصة ساعة 4 مساء اليوم استعدادا لمواجهة كاب فيردي في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025. إحنا الحمد لله ضمننا التأهل، ولكن لقاء مهم جدا تثبت فيه الأحقية، تثبت فيه إن عندك وجوه جديدة عايزة تظهر بشكل قوي، كمان نصعد بالعلامة الكاملة. كمان عايزين نتكلم على رحلة منتخب مصر بكل تأكيد، ويعني منتخبنا ماشي بشكل جيد جدا في البطولة. رحلة هتكون صعبة، هتستغرق 10 ساعات، والنهاردة الصبح منتخب مصر عمل تدريبة على ملعب نجيل صناعي للتعود على أرضية الملعب الصناعي، علشان الملعب اللي يستضيف البطولة ده. على فكرة التدريب بتاع النهاردة الصبح اللي أمامنا ده التدريب اللي النهاردة الصبح اللي منتخبنا أجراه قبل ما يبدأ يستعد للسفر. اكتملت صفوف منتخب مصر على فكرة بانضمام نجمنا ونجم انترلخت فرانكفورت عمر مرموش لتدريبات المنتخب الوطني مساء أمس، وطبعا كان في استقبال كبير جدا للاعب بحفاوة بالغة من كل اللاعبين. التدريب كان في استاد الدفاع الجوي، وطبعا كان في استقبال ضخم جدا من كل اللاعبين. ده الاستقبال باللاعب وكل الناس سعيدة بيه، كل المصريين مش بس الجهاز الفني واللاعبين سعداء بيه، إن شاء الله يكمل بنفس المستوى. منتخبنا متصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، يلي بوتسوانا وصيف ب6 نقاط، ثم كاب فيردي وموريتانيا ب3 نقاط. عشان كده اللقاء هيكون صعب جدا ومهم جدا لكاب فيردي. منتخب مصر اللقاء هيكون يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 6 مساء بالملعب الوطني بكاب فيردي. إن شاء الله منتخبنا يقدر يرجع بكاب فيردي ب3 نقاط مهمين جدا. بعد كده هيكون عندنا لقاء بوتسوانا يوم الثلاث الموافق 19 من الشهر الجاري في الجولة الأخيرة. على فكرة واحنا بنتكلم على منتخب مصر كده، فمنتخب مصر هيسافر كله بالكامل عدا 3 لاعبين. من ال3 لعيبة اللي مش هيسافروا، في 2 للإيقاف لتراكم الإنذارات، طبعا تريزيجيه ومروان عطية مش هيسافروا لتراكم الإنذارات، مش هيكون رحلة وإجهاد اللعيبة وهما مش هيشاركوا. كمان كابتن حسام حسن استقر على عدم سفر مرموش.
اللاعب لسه جاي امبارح، كان عنده فتره ضغط كبيره جدا، الملعب هناك هيكون نجيل صناعي، مش هيكون افضل حاجه للاعب، فكابتن حسام حسن قرر إراحة مرموش من لقاء كاب فيردي، وهيكون موجود في اللقاء التاني اللي هيتلعب في مصر إن شاء الله. قرار مهم جدا من كابتن حسام. كابتن حسام بيرد على ناس كتير جدا وهو ماشي وهو شغال من غير ما يتكلم، من غير ما يصرح. الناس بدأت تقول كابتن حسام بيعتمد فقط على الروح، شفنا الأداء، تاكتكس، أهداف وقوة دفاعية. كابتن حسام بيمشي كل حاجة ممنوع فيها الجدال، كل حاجة بقوة، كل حاجة لازم تحصل، محدش هيريح، اللعيبة تلعب حتى لو مجهدة. كابتن حسام بيرد على كل الناس دي من المعسكرات اللي فاتت. لو في لعيب، أول حد كان عبد المنعم، حتى الكلام ما كانش ممكن حد يقول صلاح، أصل صلاح برضه نجم كبير، كل اللعيبة نجوم كبار في المنتخب، ولكن الكلام كان مع عبد المنعم. عبد المنعم أول ما سافر كابتن حسام قال لا، اتكلمنا مع اللاعب وعرفنا وجهة نظره، ومن الأفضل ليه يكون موجود مع فرقته اللي لسه رايح لها دلوقتي نيس. ده أول حاجة. تاني حاجة، في المعسكر ده صلاح مش موجود عشان الإجهاد وعنده فترة مهمة جدا، وإحنا خلاص ضمننا التأهل وده المهم. كمان لما مرموش جه لقى اللاعب عنده حالة من الإجهاد، فمن الأفضل يريحوا عشان ما يخسرش اللاعب في الفتره اللي جايه. عندنا بقى التليفون مهم جدا مع نجم النجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن احمد كشري عشان نتكلم بقى فنيا عن منتخبنا. يا كابتن مصر اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي. منتخب مصر ماشي بشكل جيد جدا في تصفيات امم افريقيا، العلامه الكامله في اول اربع جولات، ضمننا الصعود. الجولتين الجايين حضرتك شايف ايه اكتر استفاده ممكن يستفاد بيها كابتن حسام منه؟ والله طبعا الماتشين الجايين بالنسبه لنا نقدر نقول ان يعني يدي ثقه للعيبه. طبعا محتاج ان انت برضو تعمل نتيجه عشان تاكد ان انت فريق كبير داخل البطوله ان شاء الله الحصول عليها. ممكن نشوف وجوه جديده، ويمكن اتسنحت الفرصه للجهاز الفني خاصه بعد اصابه لعيبه اكتر من لاعب من الاهلي ومن الزمالك، لعيبه كانوا بيشاركوا بشكل اساسي على راسهم رامي ربيعه من الاهلي، ياسر ابراهيم، زيزو من الزمالك، يعني بعض اللعيبه. بيتهيألي ان ممكن نشوف وجوه جديده، نقول ان في يعني نقول صف او فرقتين لمنتخب مصر. دي فرصه كويسه للمنتخب ان هو يلعب بهدوء اعصاب، يعبر عن نفسه، او منتخب مصر يعبر عن الاداء بتاعه في الملعب باداء كويس ونتيجه واداء، و ما عندكش ضغوطات. فبالتالي يعني نتمنى نشوف مباراه ايجابيه من منتخب مصر، وكل نتيجه ان شاء الله تكون في صالحنا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله تكون في صالحنا. دايما بنتكلم طول عمرنا واحنا بنتابع منتخبنا، بنقول ياه لو عندنا اسم واثنين وثلاثة محترفين، يكون عندنا كده زي منتخبات الأفريقية أسماء كتير محترفة. الحمد لله عندنا أسماء كتير مش بس محترفة بل من الأفضل في العالم. ده دلوقتي حاجة إيجابية ولا ضغط أكبر على اللعيبة وعلى الجهاز الفني؟ لا طبعا حاجة إيجابية إن أنت يبقى عندك نجوم عالميين يتعمل لهم حساب في الملعب. دي يخليك أنت يعني كل الفرق بتقلق منك، ولما الفرق تبقى خايفة منك أو عاملة لك حساب اكيد الطبيعي ان هي هتكش، فانت اللي هتبقى عندك المبادره وهتبقى يعني عندك ثقه كبيره في لعيبتك ولعيب النجم في وسط المجموعه الثانيه زي محمد صلاح زي مرموش، بيدي ثقه للمجموعه اللي جنبه ان معاك لعيبه تقيله تقدر تخلص لك في اي وقت. فبالتالي انت بتلعب على دايما على مكسب، ودي في نفس الوقت زي ما هي نقطه ايجابيه محتاجه طبعا زي ما انت قلت ان هي تبقى يعني ناخدها بجديه اكتر، لان اللاعب النجم برضه لما بيبقى جاي وعايز يرجع فرقته وهو مكسب منتخب بلده بتفرق معاه كتير. صحيح. ولكن احيانا بعض المباريات والملاعب بتاثر بشكل كبير على نجوم الفريق، وخاصه محمد صلاح اللي احيانا بيلعب في ملاعب سيئه غير الملاعب اللي بيلعب فيها في انجلترا. ولكن في الاخر الناتج بتاعه طبعا مع المنتخب وجوده في الملعب زي ما شفنا، ويمكن الحاجه دي مهمه جدا ان في ليفربول حتى محمد صلاح لو انت مش شايفه كتير وظاهر كتير في المباراه، الا انه هو السبب الرئيسي ان بيخلي الفرق كلها تبقى كاشه من ليفربول. صحيح. وبتبقى عامله ستريتش فاتحه يعني مايله بالباك الشمال ناحيه محمد صلاح، فبتدي مساحه للعيبه الثانيه ان هي تخترق من العمق او تخترق من الجهه اليسرى. فبالتالي محمد صلاح ومرموش في احسن فتراتهم، واحنا سعداء جدا وفرحانين جدا ان عندنا اثنين لعيبه عالميين العالم كله بيتكلم عليهم. صحيح. يمكن محمد صلاح مش السنه دي، محمد صلاح بقاله سنين اثبت نفسه توب ليفل بقاله سنين.
بالظبط بيبدع في اوروبا، وكل ماتش بيحطم ارقام خياليه بالنسبه لنا لما نسمع ان هو بينافس اعظم لعيبه في تاريخ الدوري الانجليزي، وعلى راسهم مثلا تيري هنري ان هو فاضل له كام هدف ويعدي. تيري هنري احنا كنا بنتفرج عليه عشان نشوف هيجيب هاتريك ولا هيجيب 4 اهداف، فبالتالي لا طبعا نقطه ايجابيه، ان شاء الله عندنا ان شاء لعيبه الله صلاح يقدر بتدي السنه دي يسجل ال10 اهداف واكتر ويعدي تيري هنري ويكون تاني اكتر ان شاء لاعب الله. يسجل في الدوري الانجليزي. عايز اتكلم مع حضرتك مين هيكون في التشكيل منتخب مصر بديل محمد صلاح، بديل مرموش، بديل كمان تريزيجيه ومروان عطيه؟ والله انت عندك لعيبه برضه موجوده في الدوري المصري، ويمكن منتخب مصر بيعتمد في البطولات بالذات الافريقيه اللي خدناها والمسابقات اللي فاتت، معظم اللعيبه بتبقى من الدوري المحلي، يعني الاغلبيه لعيبه النادي الاهلي ثم الزمالك ثم الانديه المنافسه مع الاهلي والزمالك، بنلاقي لعيبه من بيراميدز برضه بتخش موجوده في المنتخب، فبالتالي يعني طبعا عدم وجودهم في لعيبه، شفنا ان مصطفى فتحي ممكن يعوض او يلعب مكان صلاح في الجهه اليمنى، مكان مرموش عندك موجود ممكن تريزيجيه، انا يعني تريزيجيه مش مسافر عشان ايقاف، تريزيجيه ومروان عطيه مش موجودين الماتش الجاي. ممكن انت هو ممكن واخد زلاكا، مصداقية ممكن مع طاهر، ابراهيم عادل. زلاكا لعيب، زلاكا وابراهيم عادل، ابراهيم عادل اعتقد ان ابراهيم عادل ممكن يبدا، لان ابراهيم شارك في الفترة الأخيرة وعنده المشاركات الدولية صحيح. كثيرة، ممكن يبقى ليه طبعا دور من البداية. زلكا اللي مقدم موسم رائع وبدايات رائعة مع فريقه الجديد سيراميكا، ممكن يبقى ليه دور. فأنا قلت لك المباراة يعني فيها ضوء بالنسبة لنا، مش يعني أنت عايز تعمل تقول أنا في فريق تاني، تظهر لعيبة جديدة، صحيح. تخلي الناس تبقى دي مطمئنة فرصة إنها للعيبة تثبت نفسها. طبعا، وفرصه للجهاز كمان، وفرصه للجهاز ان هو يجهز البديل في اي موقف صلاح معرض، ربنا طبعا يبعد عنه اي اصابه هو يا رب. مرموش، لكن معرض ان هو ما يبقاش معاك في المباراه لحاجه، او اللعب يبقى عليه يعني داشن زياده عن اللزوم، ممكن تضطر للعيبه تانيه، فهو بيجهز. لو طبعا كمان في انا لعيبه من المنتخب الاولمبي تقريبا 5 او 6 لاعبين، فده باين استراتيجيه كابتن حسام اللي عاوز ينزل بالاعمار، معدل الاعمار شويه، ويبدا يعمل ميكس كده بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، يكون في تشكيل الامثل من الاثنين. بص احنا شفنا يمكن الاسبوعين اللي فاتوا دول برشلونه بيدي درس للعالم كله، ان مجموعه اللعيبه الصغيرين اللي هم عندهم جراءه وعندهم امكانيات كويسه ممكن يتوظفوا كويس، يبقوا لعيبه للمستقبل هتبني عليهم. صحيح. النهارده انت تقدر تدخل عناصر من المنتخب الاولمبي، لان منتخب مصر طبيعي ان هو لازم يحصل فيه تجديد في فترات ما، اجيال بتسلم اجيال، فبالتالي عنده فرصه كبيره ان هو يلاعب اكتر من لاعب، وشفنا فيه لعيبه متميزه، محمود صابر قبل كده مع ابراهيم عادل، محمد حمدي، عنده احمد عيد، عنده اكتر من لاعب ممكن يشاركه مع اسامه فيصل، في لعيبه كويسه ولعيبه بتلعب في الدوري المصري باستمرار مع فرقه وبتلعب في انديه كبيره، بس انا قلت لك هي فرصه كويسه للمنتخب او للجهاز الفني ان هو يقدم اداء. احنا ناقصنا للامانه، ناقصنا الشكل، يعني مع النتيجة محتاجين اطمئنان للنتيجة، بمعنى ايه؟ محتاجين اداء، اداء مع النتيجة، لان الاداء لو كويس يبقى هيجيب نتيجة، فنتمنى ان اللعيبة إن شاء الله. اللي تشارك يبقى عندهم فرصة، ويبقى في فرصة للعيبة تانية برضو، في لعيبة اتمنى ان انا اشوفهم في المنتخب، لان في لعيبة خبرات، محتاج الخبرات برضو في اللعيبة، يمكن حسين الشحات ما كانش ليه فرص مع المنتخب في الفترات اللي فاتت، لكن اعتقد ان في المستقبل حسين لما اداؤه يوصل للمستوى بتاعه هيبقى يعني مطلوب ان هو يكون في المنتخب، لانه لاعب برضه مؤثر. طبعا عارفين ان في لعيبه بعدت عن المنتخب ما بين اصابه وبين ان هو اراح بعض اللعيبه، لكن عندنا مباراتين انا شايف ان هم هيدوا يعني الطمأنينه لجماهير مصر
ان شاء الله القوام اللي موجود دلوقتي يقدر يثبت نفسه. كابتن حسام قادر ان هو يفوز باللقاءين الجايين مع المجموعه الموجوده. كابتن احمد كشري، شكرا جدا لحضرتك في الكلام الفني على اللقائي القادمين لمنتخب مصر. خلونا نكمل اخبارنا وبالكلام ايضا على منتخب مصر، فحرص الدكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه على زياره لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن وتقديم الدعم للاعبين قبل اللقائين القادمين سواء امام كاب فيردي او بوتسوانا ضمن تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه. اعرب طبعا دكتور اشرف صبحي عن ثقته في قدره اللاعبين والجهاز الفني على تقديم اداء مميز يعكس تطلعات جماهير الكره المصريه، مشيدا بروح الالتزام والانضباط التي يظهر دائما عليها لاعبي منتخب مصر خلال التدريبات والمباريات بكل تأكيد. وأكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل الذي توليه وزارة الشباب والرياضة لمؤازرة المنتخب الوطني حرصا على تحقيق الاستقرار الذي يتضمن في تحقيق الفوز في النتائج القادمة. إن شاء الله يكون نتائج قادمة في الفترة اللي جاية. خلونا نتكلم على تصفيات أفريقيا في النهاردة. لقاءات بدأت كده في الجولة الخامسة، عندنا ناميبيا والكاميرون هيكون الساعة 3 وليبيريا وتوجو هيكون الساعة 6، تشاد وسيراليون هيكون أيضا الساعة 9 مساء. دي اللقاءات اللي هتبدأ بيها الجولة الخامسة النهاردة. من أخبار منتخب الأول نروح لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي ميكالي، بيختتم بقى معسكره المغلق بقيادة إسماعيلية استعدادا لمواجهة منتخب المغرب غدا في أولى مواجهات المنتخب بدورة شمال أفريقيا مؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، ويشارك في التصفيات كل من مصر، المغرب، تونس، والجزائر وليبيا في الدورة اللي بتستضيفها استاد هيئة قناة السويس في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري. وحرص ميكالي خلال التدريب امبارح على توجيه اللاعبين في فقرات متنوعة سواء على الجانب الدفاعي أو الجانب الهجومي، وقام اللاعبون بتنفيذ التعليمات بشكل جيد وكامل التركيز في التدريبات. من منتخب 2005 نروح لمنتخب 2008، ويختتم منتخب الناشئين مواليد 2008 تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري في تاني مباريات المنتخب بدورة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها غدا بالمغرب. ويسعى منتخب مصر إن هو يتجاوز الهزيمة في اللقاء الماضي، وهي دي المنتخبات الكبيرة. من الوارد انك يحصل ليك باد لك في يوم، من الوارد ان ما يكونش يومك في لقاء، من الوارد انك تخسر بنتيجه كبيره، ولكن ازاي هتتعامل بعد اللقاء ده؟ ازاي هتتعامل بعد النتيجه دي؟ ازاي هترد في الملعب؟ ده لازم يكون موجود مع منتخب الشباب. وطبعا كابتن احمد الكاسه المدير الفني لمنتخب اكد ان منتخب لن يستسلم. هي دي الروح اللي احنا عايزينها يا جماعه. دي مجموعه من الشباب، دول اقل من 17 سنه، ده منتخب مصر للشباب اقل من 17 سنه، كل الدعم ليهم. اتمنى يردوا في اللقاءات القادمه، لسه فاضل ثلاث مواجهات مقبله، ان شاء الله منتخبنا يفوز بيهم، ولسه الامل موجود في الصعود، بل بالعكس ونفوز ونعمل لقاء قوي. النتيجه اللي فاتت والهزيمه اللي حصلت على ايد منتخب المغرب هتزود من تركيز اللاعبين، اتمنى تركيزهم يزيد، اتمنى يعرفوا ان هم مش لعيبه قليله، انتوا لعيبه منتخب مصر، واللي بيرتدي تيشيرت منتخب مصر لازم يكون لعيب دولي وكبير. نتمنى ان شاء الله لاعبتنا تتعلم الدرس اللي حصل في ماتش المغرب ونركز في اللقاءات القادمه. كل التوفيق ليهم في الثلاث جولات القادمه باذن الله. نطلع لفاصل سريع دلوقتي ونرجع نكمل فقرات اخبار اون تايم، ابقوا معنا.
نبدأ أخبارنا المحلية من خبر مهم جدا. الشركة المتحدة للرياضة بتعمل تجهيزات كبيرة جدا وضخمة في منطقة الأهرامات خلال الساعات الحالية، استعدادا لاستضافة المؤتمر السنوي لرابطة الأندية العالمية خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجاري بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، استعدادا بقى قوي جدا واستعدادات بصراحة قوية، علشان الشركة المتحدة للرياضة بتضع لمستها النهائية على مقر إقامة الاجتماع السنوي لرابطة الأندية العالمية، وكمان تجهيز كل الترتيبات الخاصة باستضافة الحدث العالمي الكبير واللي هيكون بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، وهيشهد المؤتمر السنوي لرابطة الأندية العالمية حضور تاريخي لأنه هيجمع 45 رابطة دوري من كل أنحاء العالم علشان تكون منطقة الأهرامات التاريخية شاهدة على تسجيل أكبر تجمع في تاريخ الجمعيات العمومية للروابط العالمية. خلال المؤتمر هتتم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة جدا، وهيبقى في تناول عدة قضايا محورية بتؤثر على كرة القدم، منها تطوير البطولات المحلية، تحسين حوكمة ولوائح البطولات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الروابط في الفترة القادمة، المؤتمرات التاريخية المنتظرة لتكون موجودة، إنه هيتم اختيار الجميل كمان اللي هيتم اختيار القاهرة كمقر للاجتماع، والاجتماع ده وده بيدل على أهمية دولتنا، على أهمية رابطة الأندية المصرية كمان المحترفة وتأثيرها الدولي الكبير، وبيعزز طبعا من علاقتها مع شركائها مع الروابط العالمية. عاوز أقول لحضراتكم كمان المؤتمر السنة دي هدفه مهم جدا، هو إنشاء منصة فريدة لتعزيز الحوار والتعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الروابط الرياضية، وده بكل تأكيد بيعكس حرص الرابطة المصرية على دفع عجلة تطوير كرة القدم في مصر بشكل خاص وفي المنطقة العربية بشكل عام. كمان وجود المؤتمر في مكان تاريخي بقيمة الأهرامات دليل جيد جدا على قدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية الكبرى في أماكن في بلدنا كتير متنوعة. بلدنا مليانة بأماكن تاريخية مش موجودة في العالم كله، موجودة في بلدنا بس. بنحب نقول لكل الضيوف اللي هيشرفونا في المؤتمر السنوي لرابطة الأندية العالمية هتنوروا مصر، نتمنى ليكم إقامة سعيدة وهتعيشوا لحظات بالتأكيد مش هتنسوها على أرض التاريخ والحضارة. على أرض مصر التاريخ ممتد بجذوره العميقة وحضارة عريقة عمرها آلاف السنين وثقافات وهوية منقوشة على الحجر وحاضر بيرسم مستقبل سنين وسنين وحدث رياضي ضخم واستضافة لمنظمة كبيرة وعملاقة اسمها روابط أندية العالم WLA بتساهم في تطوير المسابقات العالمية وبتضم 45 عضو بيمثلوا 5 اتحادات قارية من أصل 6 تابعة للفيفا، والسنة دي تستضيف أم الدنيا اجتماعها السنوي لمناقشة تطوير الكرة المصرية والعالمية، وتفضل مصر منارة للرياضة. نروح لأخبار الفرق المصرية، والنادي الأهلي ما زال في فترة راحة تنتهي يوم الجمعة المقبل، والجهاز الفني للنادي الأهلي بيؤكد على اللاعبين الالتزام البدني والغذائي، والموضوع ده مهم جدا في فترة الراحة بكل تأكيد مع العودة مرة تانية للتدريبات. أول حاجة يكون في قياسات للوزن، قياسات بدنية، وقال اللاعب اللي هيكون عنده زيادة وزن هيكون في غرامات مالية في الفترة القادمة. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي هيعود للقاهرة يوم الخميس المقبل بعد ما استغل فترة التوقف الدولي والراحة لمنحها للاعبين من أجل السفر إلى سويسرا في أجازة سريعة، وقرر يكون مع أسرته في الأجازة دي. وفي أكتر من ملف بقى بينتظر عودة كولر من سويسرا، أهمهم الصفقات الشتوية. هيكون في جلسة هتجمع بين كولر وكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي في حضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، علشان يبدأوا يختاروا الأنسب في الفترات القادمة. عايز أشوف مين اللعيبة اللي ممكن تكون موجودة في ملف الصفقات.
كولر كان طالب إدارة الأهلي بضرورة سرعة حسم ملف المهاجم الأجنبي، ولمن المنتظر أن يتعاقد مع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. خلال الاجتماع المنتظر اللي هيكون موجود بين الثلاثي اللي لسه قايل حضراتكم عليهم، هيتم اتخاذ قرارات على عرض مجموعة من الأسماء على كولر. الأسماء دي اللي جمعتها لجنة السكاوتنج علشان كولر يختار الأنسب ما بينهم، وكانت إدارة الأهلي بالاتفاق مع كولر في فترة الانتقالات الصيفية استقروا على تأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبي حتى فترة الانتقالات الشتوية، وهو وافق على الكلام ده. فالمدير الفني يرغب في حسم الملف ده تماما عشان الفريق عنده بطولات كتير وهيشارك في أكتر من محفل سواء محلي أو دولي، فعاوز يخلص ملف الصفقات في أسرع وقت ممكن. بالكلام عن النادي الأهلي لازم نروح للمغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي. أشرف داري دخل التدريبات، وتدريبات بسيطة جدا عبارة عن جري منفرد بالإضافة إلى جلسات علاج طبيعي، ده بناء على البرنامج الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي للنادي الأهلي. وكان مسؤول النادي الأهلي قد قاموا ببعض الإشاعات الخاصة بإصابة أشرف داري على عرض الإشاعات بتاعته على أحد الأطباء، ووضع بعض البرامج التأهيلية للاعب علشان يقفوا كده على إصابة اللاعب. عايزين يعرفوا الإصابة هتستجيب في شكل قد ايه، خاصة وان هناك حالة من القلق والخوف من الإصابة الطويلة اللي في نفس المنطقة مع اللاعب. نتمنى أشرف داري يعود سريعا للنادي الأهلي، هيكون قوة كبيرة جدا لخط دفاع النادي الأهلي. الأهلي عنده أكتر من لاعب، ولكن جت إصابات كتير في نفس المكان. عندك أشرف داري من أول ما جه إصابة، عندك رامي ربيعة جاله إجهاد، عندك ياسر إبراهيم ألم في أسفل عضلات البطن خلته يبعد عن اللقاءات، يوسف أيمن في لعب لقاء الزمالك اصطدم اصطدام جامد جدا جاله شبه ارتجاج، فاللاعب كان لازم يريح ولسه ما استعادش لياقته بشكل كبير. في هنا سوء توفيق بيقابل النادي الأهلي في مركز خط الدفاع، فالأهلي عاوز يركز جدا في الشق الطبي والبدني عشان اللعيبة ما ترجع تكون جاهزة في الفترات القادمة. نروح من النادي الأهلي لأخبار نادي الزمالك. هيغادر الساعة 8 مساء اليوم بعثة نادي الزمالك إلى ليبيا على متن طائرة خاصة من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال لاعب منتخب ليبيا والنصر الليبي كابتن خالد حسين، والمقرر إقامة اللقاء بعد غد يوم الجمعة. من المنتظر أن يخوض الفريق الأول للزمالك أولى تدريباته في ليبيا غدا على أن تعود البعثة عقب مباراة النصر الليبي مباشرة من أجل الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري نايل. لما نيجي نتكلم على نادي الزمالك، السؤال على طول اللي بيجي في ذهن كل جماهير نادي الزمالك تجديد زيزو. تجديد زيزو أصبح الموضوع في إيد كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. طبعا مجلس الإدارة فوض كابتن حسين لبيب إن هو هيتولى التفاوض مع زيزو في جلسة هتكون قريبة جدا مع كابتن حسين لبيب ومع زيزو لحسم ملف التجديد، خصوصا إن اللاعب تلقى أكثر من عرض في الفترات السابقة من الدول العربية، ويحق لزيزو إن هو يمضي في يناير. عقده خلاص هينتهي في الموسم الجاري، لأن اللاعب في نادي أندية كتير جدا بص عليه، لاعب ماشي بشكل جيد، لاعب مميز، محافظ على نفسه، فدي كلها عناصر تخلي يجي لزيزو عروض كتير، وده شيء منطقي. ولكن إدارة نادي الزمالك بتبحث مع اللاعب في التعاقد وتجديد التعاقد في أسرع وقت ممكن في الفترة الحالية. وعلى فكرة والزمالك بيتكلم ان زيزو هيجدد وهيكون موجود، في ترحيب كبير جدا من زيزو، في ترحيب جدا من الزمالك، الاتنين بيحاولوا يقربوا وجهات النظر لبعض، ونتمنى نسمع اخبار جيدة في الايام القادمة. زيزو في الفترة الحالية بيعمل عمليات التأهيل بسبب الاصابة اللي كانت عنده في العضلة الخلفية علشان يكون جاهز في الفترات القادمة. أول قرارات كابتن ياسر عبد الرؤوف أصدرت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة كابتن ياسر عبد الرؤوف قرارات جديدة للحكام علشان يكون في التزام كبير جدا، والتعامل مع السوشيال ميديا بجميع أنواعها بصفة شخصية أو مهنية أو تحكيمية، وعدم التعامل مع أي وسيلة إعلامية. أول حاجة عدم
التعامل مع أي وسيلة أو أي من وسائل السوشيال ميديا، ولازم يعتبروا أن السوشيال ميديا حاجة مهمة جدا. الكلام ده بداية من 12 نوفمبر حتى إشعار آخر. الالتزام بالحضور قبل المباراة بساعتين، وترسل التقارير في موعد غايتها في 24 ساعة باستثناء المباريات اللي بيها أحداث هامة، سنستلزم إرسال تقارير فور انتهاء المباراة. ممنوع تعامل الحكام في أي أمور متعلقة بالتحكيم إلا من خلال اللجنة الفرعية التابعة لها الحكم، وكتابة كل الأحداث قبل وأثناء وبعد مباريات بدقة، وعدم الدخول في أي جروبات على أي وسيلة تواصل اجتماعي، وعدم إدارة أي مباراة ودية إلا بإذن اللجنة. وعلى الحكم الالتزام بعدم تخطي لجنة الحكام في أي من الأمور السابقة، والتأكيد على أهمية الاجتماع الفني والإداري مع مسؤولي الفرقتين، والتأكيد على أهمية المحاضرة الفنية قبل المباراة بين طاقم التحكيم بالكامل، والالتزام بالمظهر العام سواء في المعسكرات أو المباريات. قرارات جيدة من كابتن ياسر، ونتمنى إن شاء الله الأفضل للحكام في الفترة القادمة. من أخبار الدوري ممتاز نروح لأخبار دوري القسم الثاني، وتقام اليوم في الثانية والنصف 12 مباراة، يعني لقاءات خلاص في منها بدأ. الجولة السابعة في دوري القسم الثاني بيها هتكون كالتالي: في مجموعة الرابعة التقي الإنتاج الحربي مع دايموند، في المجموعة الخامسة بايونيز مع شباب تالا، صيد المحلة مع نابارو، بيلا مع ميجا سبورت، بيلا مع ميجا سبورت، دمياط مع ملك كفر الزيات، مركز شباب الأزازين مع كفر الشيخ، ديكرنس مع بني عبيد، وفي المجموعة الستة أصحاب الجياد مع هلال مطروح، الجزيرة بمطروح مع الحمام، الأولمبي مع دلفي، دمنهور مع المجد السكندري، الزهور مع طلائع الأسطول. قررت لجنة الكرة بنادي لافينا برئاسة محمود الأسيوطي تعيين شريف أشرف نجم الأهلي والزمالك السابق بمدربا مساعدا بالجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد صلاح المدير الفني، كما تم قبول اعتذار الدكتور وائل بكر المدرب وائل بكار المدرب السابق الذي تم تقدم بها نظرا لظروفه العائلية. ويستعد لافينا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة غدا الخميس، ويحتل الفريق المركز 11 برصيد 7 نقاط، وتعادل مع كالحديد في آخر مباراته في الدوري. دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل أخبارنا، ابقوا معنا. اتكلمنا معاكم امبارح عن التجديف المصري وتألق منتخب التجديف وحصد 29 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الأفريقية اللي أقيمت بمشاركة 9 دول بالساحل الشمالي في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر. عشان نتكلم أكتر عن البطولة ونبارك كمان، معانا على التليفون اللواء شريف الأماطي نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأيضا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة. يا ست اللواء أهلا بحضرتك ومليون مبروك. اهلا بيك يا فندم، والله يبارك فيك. اكيد مجهود كبير جدا بذلتوه مع اللاعبين الابطال عشان نوصل للعدد ده من الميداليات. طبعا الحمد لله، هو قبل المجهود بتاع اللاعبين فهو كان فيه مجهود جامد جدا بالنسبه للتنظيم. صحيح. يعني احنا نظمنا بطولتين، هي كانت بطوله التجديف الكلاسيك والتجديف الشاطئي، لاول مره يتم الجمع بين البطولتين الافريقيتين مع بعض. يعني احنا اول يومين كانوا الكلاسيك وتاني يومين كانوا التأديف الشاطئي. طبعا مجهودات يعني ادت الى ان كل الدول اثنت على التنظيم واشادت وطلبوا مننا الاتحاد الافريقي ان احنا نتقدم بطلب رسمي لاستضافه بطوله العالم للتأديف الشاطئي بناء على التنظيم. احنا عندنا في مصر يعني شواطئ عالميه تقدر يكون فيها بطولات كبيره جدا. بالظبط، يعني هم فعلا اللي شافوه، ان طبعا البطولات اللي قبل كده بالنسبه لبطوله العالم للتأديف الشاطئي كانت كلها اتلعبت في اوروبا، فيعني شتان الفارق ما بين الامكانيات وما بين الجو في الشواطئ المصريه،
والبطولات اللي تم تنظيمها قبل كده. اختيار الأماكن واختيار الشواطئ ده كان من قبل حضراتكم ولا من قبل الاتحاد الأفريقي؟ يعني عندنا في مصر أكتر من شاطئ، ليه تم اختيار الساحل الشمالي؟ لا طبعا من قبلنا احنا. هو الاتحاد الافريقي بيسند البطوله الى الدوله، والدوله هي اللي بتقوم بترشيح الاماكن اللي هيتلعب فيها البطوله. احنا بقالنا فتره بنعمل بطولات في الساحل الشمالي وخاصه مدينه العلمين، لان هي طبعا الاتجاه كله رايح لهناك لما لها. لا وبصراحه هناك الشكل عالمي زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشه، الشكل والصوره عالميه وشكل الميه عالميه، كمان التوقيت في مصر اليومين اللي فاتوا دول كان الجو رائع جدا جدا جدا، يعني ما حدش كان مصدق الاجواء، الشمس طالعه، الجو جميل، الناس بتنزل تعوم في الميه، حاجه رائعه. هي فعلا منطقه الساحل الشمالي هي منطقه تقدر تستخدمها 12 شهر في السنه، حاجه عالميه. شفنا كمان منظر كان رائع جدا وجميل جدا، اللاعبه الكفيفه اللي قدرت تفوز باحسن لاعبه في البطوله، تالي لفته مهمه جدا. اللاعبه مش مصريه لكن كانت من اجمل اللقطات اللي في البطوله. بصراحه احنا ما كناش عارفين، يعني احنا كنا منتظرين الفريق الجنوب افريقي، وبعدين في التأكيد صورتها معانا على الشاشه، يعني الفريق بتاعها والبنت معانا على الشاشه، حاجه في منتهى الجمال يعني. بالظبط، فوجئنا ان هي لاعيبه من ذوي الاحتياجات الخاصه، هي كفيفه ونازله مع الاسوياء في المركب الاربعه. طبعا المركب الاربعه انت لازم المقاديف كلها تمشي مع بعض، هي بالسمع بتنزل مقاديفها وبتطلع مقاديفها مع اللاعبين اللي قدامها، فكانت حاجه جميله جدا. فقررنا ان احنا نختارها احسن رياضيه في البطوله على المجهود المشرف. خلي بالك هي المركب الرباعي دي حصلت على المركز الثاني على افريقيا، فهي برضو يعني مش يعني صراحه مجهود كبير جدا من حضراتكم، مجهود كبير جدا من حضرتك سيادة اللواء شريف. شكرا جدا على المداخله وعلى وقت حضرتك، ونتمنى التوفيق لكل الاتحادات المصريه في كل الالعاب. خلينا نروح لاخر فقراتنا وهي فقره وان شوت. النهارده بطل وان شوت لاعب ياباني، لاعب بيرفض اعتزال كره القدم، وعنده اصرار ان هو يكمل ويؤكد لكل العالم ان العمر فعلا مجرد رقم. لاعب هو كازويوشي ميورا، او نقدر نقول عليه كينج كازو. الملك كازو ده او الكينج كازو ده قرر يخوض موسم جديد في عالم الساحره المستديره. عارفين ده هيكون الموسم رقم كام للاعب كازو في الملاعب؟ هيكون الموسم الاحترافي رقم 40، علشان نتابع معاه في الملعب وهو عمره 58 سنه في موسم جديد في اليابان. وكاله كيودو اليابانيه للانباء اعلنت ان اللاعب مستمر في الملاعب في الموسم المقبل، وهيتواجد مع نادي الياباني اتلتيكو سوزوكا اللي هيلعب في دوري الدرجه الرابعه. طبعا الملك كازو بيعتبر حاليا اكبر لاعب كره قدم محترف في العالم، وما زال مستمر في الملاعب. بالمناسبه هو اللاعب دولي ولعب قبل كده مع منتخب اليابان، سجل 55 هدف في 89 مباراه دوليه خاضها مع منتخب اليابان في التسعينات في القرن الماضي. لاعب كبير وبيدي يعني بيدي كده اصرار لكل اللاعبين، واحترف في اكتر من دوله. هو لاعب ملهم لكل اللاعبين الشباب، شايفين صورته قدامنا. وقتنا خلص مع حضراتكم، شكرا لكم، شكرا لكل فريق العمل، الى ان نلقاكم في حلقه قادمه. نترككم في رعايه الله، سلام.